ما حكم الائتمام بالمأموم؟ الائتمام بالمأموم كيف يتمام بالمأموم؟ نعم، يعني معناه الائتمام بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء انه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام الى امامه، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. اولا لانه لم يرد عن الصحابه ان الانسان اذا قضى ما فاته مع الامام صلاها جماعه، وثانيا ان بعض العلماء قال ان هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وارضه، فلا ينبغي فعله حتى وان قيل بالجواز. نعم.